يعطيكم العافية شباب صبايا بصف الثامن، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. هنبلش سوا بالcorrection of exercise 5 and 6 بدرس الequations. Exercise 5 given Px equal. Part 1, we have to verify that Px equal to x minus 1 into minus x minus 4. هلا لحتى برهنها لهيدي الكمية، المفروض دايما الانطلاق يكون من الgiven، وبدي أوصل لهيدا الفورم. هلا هون بلاحظ الفورم اللي بدي أوصل له هو عبارة عن parentheses مضروبين ببعض، factors مضروبين ببعض، وأنا ما بوصل لهيدا الفورم إلا إذا عملت factorize. فهيدا السؤال هو عبارة عن factorize بس بشكل مبطن. فكرمال هيك أنا لجاوب بنطلق من الpx اللي موجودة معي فوق بالgiven وبدي أعمل لها factorize. هلا بالشكل الموجود قدامي ما في common factor، فشو بيجي بعمل؟ طلع بكل ترم لحاله، هود الترمز مضروبين ببعض ما فيني أعمل فيهم شيء، بينما هيدا الترم هو عبارة عن a سكوير ماينس b سكوير، لأعمل له فاكتورايز لازم أعمل a ماينس b a بلس b. فإذا px equal to x ماينس 1 5x ماينس 1 ماينس 3 a ماينس b a بلس b، يعني to x ماينس 1 و to x بلس 1. هلا تو x minus 1 تكررت، صار فيني اخدها common لبرا، بيبقى معنا بقلب البراكت الكبير 5x minus 1 من اول term minus 3، هادي ظهرت common لبرا into 2x plus 1 equal، بعمل reduce يلي بقيوا جوا inside parentheses، بصير معنا 5x minus 1 minus 3 بتنضرب باللي بعدها minus 6x minus 3 reduce للsimilar terms 2x minus 1 5x minus 6x is minus x minus 1 minus 3 is minus 4. هيدا هو الجواب اللي كان مطلوب مني بالverification، فإذا انضبطت معي يعني verified. Part 2, we have to show that px equal minus 2x power 2 minus 7x plus 4. هلا المفروض برهن هيدا الجواب اللي كاتبين لنا اياه، بدي اوصل لعنده. فيا بنطلق من الgiven form أو بنطلق من الpart 1. يفضل دايما طلبوا مني أي شيء بدي برهنه انطلق من الgiven form. هلأ هوني لأوصل لهيدا الجواب مفروض انطلق من الgiven form، وشو أعمل له؟ expand. ليش؟ لأنه هيدا اللي قدامي ما في بقلبه ولا parentheses. فباخد الgiven form px equal to x minus 1 5x minus 1 minus 3 into 4x power 2 minus 1 وبعمل له expand. هلا لأعمل expand المفروض كتير صارت مكررة معنا هيدي الفكرة، بدي أضرب الترمز ببعضهم. هون لازم أضرب ال 2x بال 5x وبال minus 1 وكمان ال minus 1 بال 5x وبال minus 1. بصير معنا 10x power 2 minus 2x minus 5x plus 1 وال minus 3 باللي بعدها minus 12x power 2 plus 3، لأنه minus 3 ب minus 1 بتصير plus 3. reduce the similar terms بيطلع minus 2x power 2، نرجع minus 5x مع minus 2x بتطلع minus 7x و plus 1 و plus 3 بتطلع plus 4. قارن النتيجة بالمطلوب طلعوا هني ذاتهم، يعني كمان verified. بالpart 3 نحنا كنا برهنا هيدي بالفاكتورايزد فورم بالبارت 1 وهي بالاكسباندد فورم بالبارت 2. هلا طالبين مني نسولف ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشنز. مجرد ما قالوا لي سولف يعني انا المفروض احسب قديش قيمه هيدا الاكس، قديش قيمه هيدا الاكس بالاربعه كيسز they are independent، بكل كيس انا المفروض احسب الاكس. فباخد اول كيس لحال، معنى البارت A في x equal 0. هلا هون التلميذ هو المفروض يقرر اي فورم للبي اكس بياخد. الجيفن فورم بننسى امره، يا بدنا ناخد الاكسباندد فورم او الفاكتورايزد فورم، هني هودي اللي برهناهم قبل بالسؤال. فانا هون عندي ايكوال زيرو، يعني المفروض اتذكر انه انا بهيدا الدرس تعلمت شيء اسمه برودكت ايكويشن، فاكتورز مضروبين ببعض ايكوال زيرو، بتنحل معي اذا باخد كل فاكتور لحال ايكوال زيرو. فلطبق هيدا الحكي المفروض لحالكم تعرفوا انه بناخد الفاكتورايزد فورم هو الصح. ليش؟ لانه بيعطيني product equation بصير فيني اشتغل. فهون ال px بناخد الفاكتورايزد فورم، صار عندي product equation، باخد كل وحدة لحال equal 0 2x minus 1 equal 0 or minus x minus 4 equal 0.
بصير معنا 2x equal 1 يعني x equal 1 over 2 وهون minus x equal 4 بقسم الجهتين على minus 1 بيطلع ال x equal minus 4. فإذا نقدرنا نحلها للإكويشن ونجيب قداش قيمته لل x. هلأ بالبارت B نفس القصة بدنا نرجع نحسب ال x. فلأرجع أحسب الـ x كمان بدي أخذ فورم محدد للـ px، يا بدي أخذ الـ factorized form أو بدي أخذ الـ expanded form. هلأ هون بدي أعلمكم طريقة لحتى أنتوا تعرفوا أي فورم تاخدوا. بالـ px equal 0 بهاي حكينا أنه على طول بناخذ الـ factorized form لأنه بيتحول شكلها لـ product equation. بالـ part b إذا منقارن الـ minus 7x minus 12 مع هودي يلي نحن مبرهنين قبل مع هاي وهاي، منلاحظ انه الماينس 7x هاي لا يكون في مثلها، فاذا لحالنا منعرف انه بدنا ناخذ الاكسباندد فورم، فاذا لتنحل هيدي الايكويشن لازم اخذ هيدا الفورم. معناها بجي انا محل البي اكس بحط الفورم يلي نقيته يلي هو الاكسباندد فورم ماينس 7x بلس 4 ايكوال ماينس 7x ماينس 12 وبحل الايكويشن. بجيب الاكس كلهم لعند بعض بتصير plus 7x equal minus 4 minus 12. plus 7x و minus 7x هني opposite terms بيطيروا بعض، بيصير معنا minus 2x power 2 equal minus 16 over minus 2 over minus 2 x power 2 equal 8. بدي أخلص من الباور بحط radical على الجهتين، بيطلع ال x power 2 equal radical 8، بعملها reduce يلي هي 2 power 2 times 2، بتظهر 2 power 2 لبرا، بيطلع ال x بيطلع ال x equal plus or minus 8 يلي هي 2 power 2 times 2 يعني x equal plus or minus 2 radical 2. Part C كمان بدنا نجيب ال x معنا ال px equal 4. مثل ما حكينا من شوي نحن بدنا نطلع اي فورم بدنا ننقي، او بدنا ننقي ال factorized form او ال expanded form. هون كمان بنلاحظ ليكو ال 4 1 موجوده يعني اكيد انا لازم اخذ ال expanded form. فاذا minus 2x power 2 minus 7x plus 4 equal 4 بصير معنا minus 2x power 2 minus 7x equal 4 minus 4 يعني minus 2x power 2 minus 7x equal 0. هون equal 0 يعني شوي ما نتذكر product equation يعني لازم نعمل factorize، فمناخد ال x common minus 2x minus 7 equal 0، صار شكلها product equation، صار فيني اخد كل factor لحال equal 0. فإذا x equal 0 or minus 2x minus 7 equal 0 هيدي جبنا قيمة ال x. بيبقى التانية minus 2x equal minus 7 بتصير 7 over minus 2 الجهتين، فبتصير ال x equal minus 7 over 2. اخر equation part D px equal 2x minus 1 square. كمان نحنا ما ننقي اي px ما ناخد. هون لاحظوا انه هيدا الفاكتور شايفين وين في مثله؟ بالفاكتورايزد فورم. كرمال هيك رح ناخد هيدا الفورم بهيدي الحالة. فبيصير معنا محل البي اكس باخد الفاكتورايزد فورم يلي إلها equal to x minus 1 squared. هلا صارت equation مثل الدرس يلي نحنا فيه. ناخد هيدي الأول جهة بيصير في بيناتهم minus مجرد ما نقلتها لهيدي الجهة بطل في حدا محلها يعني equal 0. هلا بدي اخد common factor 2x minus 1 اتكررت باخدها common لبرا بيبقى معنا minus x minus 4 minus 2x minus 1 equal 0 2x minus 1 minus x minus 4 الماينس تقلب اشارات اللي بعدها بتصير minus 2x plus 1 equal 0 ممنوع انساها 2x minus 1 minus x minus 2x بتصير minus 3x minus 4 plus 1 بتصير minus 3 equal 0. هلأ بهاي الخطوة صارت product equation، صار باخد كل وحدة لحال equal 0.
فإذا 2x equal 1 over 2 over 2 بتطلع ال x equal half minus 3x equal 3 over minus 3 both sides we will get x equal minus 1. وهيك بيكون خلص exercise 5. Exercise 6 factorize x equal. أول شي common factor ما فيه فأكيد شغلنا على ال identities. نلاحظ إنه شكله هو a square minus b square ودائما الفاكتورايز لل a square minus b square هو a minus b و a plus b. حط ال a وال b بقيمتهم. ال a هي 2x plus 5 وال b هي x minus 2 كمان 2x plus 5 و x minus 2 equal 2x plus 5. الماينس هيدي الموجودة هون بتقلب إشارات اللي بعدها فإذا الماينس بتقلب إشارة اللي بعدها بتصير ماينس x plus 2 2x plus 5 البلس ما بتعمل شيء بينزلوا مثل ما هني بعمل reduce 2x minus x is x plus 5 plus 2 is plus 7 3x plus 5 minus 2 is plus 3 بس هون منيح أنه نوصل لهون بس المفروض نكمل آخر step أنه هون في 3 common لبرا بظهرها لبرا بقصم عليها بصير عندي 1x plus 1 وهك بيكون خلص الفاكتورايز. Part 2 solve the equation 2x plus 5 square equal x minus 2 square. لحل هيدي الايكويشن باخد انا الترم يلي تاني جهة لأول جهة بيصير في بيناتهم minus x minus 2 square equal 0. هلأ منلاحظ انه هيدي الإكويشن لحلها بدي عملها factorize لتتحول لproduct equation بس ما بنسى انا انه بالبارت يلي قبل انا عاملة factorize هون طالما أنا عاملة فاكتورايز هون بلا ما عيد كل الخطوات جواب الفاكتورايز هيدا يلي طلع معي باخده بستعمله بالبارت يلي بعده فإذا ما بعيد كل الخطوات بس باخد الجواب اللي طلع معي هون يلي هو 3 into x plus 7 into x plus 1 equal 0 product equation كل فاكتور لحال equal 0 ما عدا هيدا العدد اللي برا ما باخده or x plus 1 equal 0 بصير معنا x equal minus 7 x equal 1 minus 1 Okay. آخر part solve the equation بهذه الإكويشن في كتير ناس عم بتغلط عم تعتبرها product equation ما في عندي هون zero فإذا هيدي منا product equation ما بتنحل معي إلا إذا عملت expand فبعمل expand بصير عندي 15x power 2 minus 5x minus 3x plus 1 equal 1 15x power 2 minus 5x و minus 3x بتصير minus 8x equal plus 1 جيبها لتاني جهة بتصير minus 1 بصير معنا 15x power 2 minus 8x equal 0 مجرد ما شوف ال equal 0 لازم اتذكر ال product equation فلازم اعملها factorize باخد x common لبرا بصير معنا 15x minus 8 equal 0 صارت product equation صار فيني اخد كل factor لحال equal 0 فإذا x equal 0 or 15x minus 8 equal 0 15x equal 8 over 15 both sides so we will get x equal 8 over 15 إن شاء الله يكون كل شيء مفهوم وهلأ بحدد لكم شو الهومورك الجديد ويعطيكم ألف عافية